بدي ارجع رحب فيكم مشاهدينا عن جديد. البدايه الهوايه ثم الى الاحتراف، هيدي حال ريتا حبيب الشعر يلي حبت الصيد البري، يلي كانت عم بترافق والدها من خلال رحلاته الى الصيد وعشقت هيدي الهوايه فاتقنتها. بدي رحب بريتا حبيب الشعر معنا اليوم بحلقتنا، اهلا وسهلا فيك. رح يكون موضوع هيدي الحلقه هو الصيد البري. ريتا اليوم بلشنا انت حبيتي هيدي الشغله وهي كانت بالبدايه هوايه، وهي هوايه الصيد البري من بعدها الى الاحتراف. مزبوط. شو الفرق بيناتهم؟ هلا الهوايه بالاحتراف، الهوايه هي ابتدت معك من اي عمر؟ بلشنا من عمر 12 سنه، بلشت هي هوايه، انتقلنا للاحتراف. الاحتراف يعني لما تكوني لما يكون عندك اكسبيرينس فيها، لما يكون تعرفي الطريد يلي بدك تتصيديه مش الطير. الهوايه ابتدت معك من عمر 12 سنة. 12 سنة لما كنت ترافقي بيك برحلاته. مزبوط. البرية، كان من يعني كان بالبداية يتصيد الطيور ولا الصيد البري بشكل عام لهو؟ أكيد كان يعني يتصيد الطيور، كنت رافقه أنا وكنا. نعم. حتى من بعد ما توفى الله يرحمه بلشت مع خيي كتير ركز علي بطريقة التصويب على التير، وفعلا بلشت ب 12 رفيع نقلت على التخين. 12 رفيع بلشت بموسم تشرين بسلونجات. نعم. كنت قوس على الطاير فيها وكنت دغري السيب، فهويتها وحبيتها نقلت على التخينه. من التخينه انطلقت انا. اها اوكي. كونه عم بتقولي لي هدول ال 12 رفيع والتخينه، هول ادوات للصيد؟ صيد. اوكي، هي يعني البارودة، يعني بارودة 12 تخين، بارودة 12 رفيع. نعم. اليوم بنسمع صيادين رجال، يعني رايحة صيد بيكون رجل، ولكن اليوم مزبوط. عم بسمع صيادة امرأة. مرأة. هيدا الشيء يعني غريب شوي، خبرينا هل يحتاج هيدا الشيء لقوة بدنية؟ أكيد بدها قوة بدنية، منا هينة إنه تمشي وتتسلق جبال، ممكن توقع ترجع توقف، بدها تتسلق يعني بدها تمشي، بدها قوة. اليوم قلتي لي ابتديتي هيدي الهوايه بعمر 12 سنه برحلاتك مع والدك وخيك، وخيك يلي علمك. مزبوط. هيدي تحترفيها بالضبط. يعني عن اي عمر حسيتي انه انت صرتي محترفه بتقدري تطلعي تعملي هالهوايه لوحدك؟ ما بعرف، ممكن لازم يكون معك حدا عم بيرافقك برحله الصيد، او بتقدري تطلعي لوحدك؟ هلا اول فتره بلشت مع خيي. نعم. لما نضجت اكثر وكبرت، يعني فيك تقولي مثلا بعمر ال 28 30 صرت امشي لحالي، صرت احب روح لحالي. كنت استمتع فيها كثير. انت في عندك حب للطبيعه وبتحسي براحه نفسيه كثير كبيره لما تكوني عم تتجولي بالطبيعه بين الاشجار وبين الزهور. هلا في سؤال مخصصينه هيدا الشيء شو بياثر عليك، ولكن خبرينا عن مهنتك. يعني قبل كنت بتشتغلي، ولكن من بعدها تركتي مهنتك وتفرغتي للعائله اما للصيد اما يعني ليه تركتي مهنتك؟ أول شيء أنا كنت أشتغل بالمجوهرات وبالألماز. نعم. لما تزوجت صار عندي بيبي، فضلت أنا كرس حياتي لعائلتي، لأنه صار عندي أربع أولاد، منا هينة مسؤولية كبيرة إنه أكون بشغلة وأولادي يكونوا مع حدا تاني، سو تركت شغلة وكرست حياتي لعائلتي. نعم. بتحب تعلمي هيدي الهواية لأولادك؟ بلشت أتعلم. تعلمتيها؟ بلشت. صح. ابني شوي. ابني عمره 10 سنين. بلشت معه بلشت ب 12 رفيع مثل ما أنا بلشت. فبموسم الصيد صرت أخذه معي، وكل عصفور مارق عم بعلمه على الطريقة كيف يتصيد فيها، فبلش يسيب على الطاير بعمر 10 سنين. بس أهم شيء إنه يكون منتبه على البارودة، إنه دائما تكون عالية ومقفلة. اوكي. قد ايه كانت اول مره بلشت كمشت الباروده؟ قد ايه كان في خوف؟ قد ايه كان بدها جراه؟ قد ايه يعني خبرينا كيف كان شعورك بوقتها؟ ما بعرف اذا بتذكري الحاله يمكن اللي عشتيها. اكيد بتذكر. اكيد ابنك هلا عم بعيشها كمان، لانه هي بدها جراه اكيد وبدها كان مثل جريء.
كان مثل الجري كمان، فبحب كثير بيعشق الساد وبحب كثير يقوس، ودائما بيصير في مشاكل انا وياه لانه انا بخاف عليه كثير يعني من الساد، منا هينه مسؤوليه كثير كبيره طبعا اكيد. فانا ابدا ما خفت، بالعكس كان عندي حماس كثير قوي على الساد وفعلا ابدعت فيها. خبرينا اليوم ريتا، انت بتتصيدي بمواقع معينه، وين بتتصيدي باي منطقه؟ بتصيد باهدن، بتصيد بالهرمل، بتصيد بجرود كسروان عندي بالضيعه بوطا جوز حراجل، يعني ببرم فيك تقولي من الحدود للحدود. ما بوقف ساد ابدا. وزوجك بيرافقك؟ زوجي بس يقدر، اكيد بس يقدر برفقني وبكون معي. وبدي اوجه تحيه للماما وبدي اقول لها ميرسي كثير على موسم الساد، دائما كانت تحدي وتهدي لي اولادي انا اطلع من الساعه 2 بالليل. هل قادره انت بتحبي هيدي الهوايه يعني 2 بالليل عم تتركي اولادك وتطلعي تتصيدي، يعني هل قد بتعني لك؟ كثير بتعني لي اكيد. انا بموسم الساد لما تطلعي على الصيد، بموسم الساد ما بقف نهار، يعني دائما بلاقي بروجرام اني روح فيها اتصيد، واكيد يعني بتكون الماما منتبهت لي على اولادي لانه 4 اولاد منهم هينين اتركهم لحالهم وفل الساعه 2 بالليل. فبطلع على جرود كسروان، بروح على الاهدن، ببرم كثير بالساد، بجرب استفيد من كل لحظه بالموسم لانه اكيد بعد الموسم يعني ب 15 شباط بنوقف ساد. نعم، بصيروا العصافير يتكاتروا ويبيدوا فما فينا نقوس، ما فينا نتصيد. بنقول حرام صيد الربيع. بموسم ربيع. الربيع. باي مواسم بتكون فتره الصيد؟ من اي تاريخ لاي تاريخ؟ اكيد في شروط وفي اكيد قواعد واشياء كثير ممنوعه. مزبوط. خبرينا شوي اكثر، تاريخ يعني اي متى بتبتدوا بتصيد الطيور؟ مزبوط. او شو الاشياء اللي بتتبعوها، شو الاشياء اللي ما بتعملوها؟ اوكي، هلا وزير البيئه بيفتتح موسم الساد تقريبا من اول ايلول او 15 حسب هو بعين لحتى 15 تشرين، 15 شباط. نعم. بهيدا الوقت فينا نتصيد، في كثير انواع ساد، فينا في كثير انواع صفير فينا نتصيدها، يعني مثل المطوى، مثل السمون، مثل السناجات، بط. عم تخبريني انواع طيور معينه. مزبوط. للاشخاص اللي ما بيعرفوا، يعني انا مثلا ما بقدر ميز بين طير وطير، بعرف انه طير. اليوم انت كيف تقدر تميزي بيناتهم وكيف تعرفي انه هيدا الطير لازم انه بتقدري تتصيدي من هيدا النوع والطير اللي ممنوع انك تتصيدي منه؟ هلا بالمرحله اللي بنقوس فيها يعني من ايلول لشباط، في عندك طيور مهاجره يعني مثل السلانجات، مثل السمون والمطوى اللي حكيت عنهم، وكل طير فيك تعرفيه من شكله كيف بطير بالجو، يعني انا صرت حافظتهم كلهم تقريبا. اكيد من بعد خبره، من بعد خبره. صحيح. قد ايه اثرت عليك هيدي الهوايه على حياتك؟ اليوم نحن بنعرف صيد السمك او يمكن الصيد البري بده طولة بال وبده انضباط، قد ايه هذا الشيء اثر على حياتك وعلى شخصيتك وعلى كاركتيرك؟ بالساد اكيد في طولة بال وفي رواق كثير، هون انا بفش خلقي وبنبسط بالساد، بينما بالبيت يعني زوجي مسافر، انا لحالي حامله مسؤوليه 4 اولاد، سو ما بقدر كثير كون مرتاحه لانه زوجي بيشتغل برا فمنه موجود معي، وعندي علم اولادي واهتمام فيهم، فما بكون كثير مرتاحه وكثير ريلاكس يعني. فبكون كثير معاكسة، يعني كثير بصير في معاكسة بين اني روح اتصيد بالرواق بالهدوء وبين جو البيت. ضغوطات، اكيد ضغوطات البيت والحياة يعني، وخاصة احنا هلا بهيدي الاوضاع كمان واحد عم بيكون شوي اكثر مش مرتاح. يمكن انت اليوم تهربي من هدول الضغوطات، بتروحي على الهدوء والرواق. صح. قد ايه الطبيعة كمان بتأثر فيكي؟ قد ايه بتحبي تتمشي بالطبيعة؟ قد ايه عم بتساعدك تمشي بالطبيعة مثل تعملوا هايكينج يمكن؟ مزبوط. رياضة معينة، قد ايه عم بتساعدك جسديا بدنيا ونفسيا على حياتك؟ أكيد كثير بتساعدني، بتحطني بجو الرواء والهدوء والمتعة بالمشي. قديش اليوم بتشجعي كونك سيدة، بتشجعي السيدات انه يمارسوا هيدي الهواية؟ يعني بتعرفي اليوم
ما بدنا نقول سيدات قلبنا ضعيف بالعكس، ولكن في سيدات كتير انه بتقول انا ما يعني ما بقدر اعمل هيدي الهوايه. خبرينا شوي قديه بتشجعيهم، ومن يعني من تجربتك الخاصه يعني كيف صراحة ممكن تحببي الاشخاص بهيدي الهوايه. الاصحاب اللي عندي من وراء قد ما انا بروح على الساد بيتحمسوا بيقولوا لي خدوني معكم، فانا بحب كتير وبشجع كتير المراه على الساد لانه هوايه كتير مميزه كتير حلوه. قدي في نسبة سيدات اليوم يعني عم يمارسوا هيدي الهواية، هواية الصيد البري؟ في تقريبا انا اللي بعرفهم شي 5 سيدات، ما في كتير. ما في كتير؟ لا، وانا بالعكس بشجع كل مرأة على الصيد لانه شي كتير حلو. ريتا اليوم عم تخبريني عندك اطفال، مزبوط. قدي اعمارهم الكبير؟ عندي الكبيرة عمرها 12 سنة. نعم. الصابع 10 سنين، بيرجع كريستا عمرها 7 سنين، والصغيرة عمرها 4 سنين. بلشتي مع الكبيرة بتعليم هيدي الهواية كونك انت بتحبيها، حسيتي انه هي كمان عندها هيدا الحب وهيدا الشغف؟ بلشت مع الصبي، تاني ولد عمره 10 سنين. ليه صبية ما عملتي نفس ما عمل والدك؟ كانت ترفقيه بعمر 12 سنة. مزبوط، بس هي ما كتير بتحب تفوت بالساد. اوكي، هي كاركترها هيك، بينما كريس كتير حدا كتير صبي هجومي، بحب الساد. بحب الساد. صح. بيشبهك أكتر ولا بيشبه بيو أكتر؟ يعني جوزي صار مثلي، بحب الصيد كمان. بحب الصيد. يعني كمان بتطلعوا على البرية؟ بنطلع كلنا سوا، وقت يكون عنده وقت أكيد بطلع أنا وياه. بس مين محترف أكتر من الثاني؟ ما في أحكي. اليوم انت اكيد محترفه لانه في عندك مسيره طويله بهذا الموضوع. خيك كمان بعده عم يمارس هيدي الهوايه؟ اكيد اكيد، يعني خيي واختي واختي، نحن 5 بالعائله وخمستنا بنمارس الهوايه. يعني بيطلعوا اوقات على المقوس على وتا الجوز، نقف كلنا سوا حد بعضنا، واوقات بنوصل لمطرح بصير في شويه زبزبات بالساد قد ما كلنا مهووسين بهالهوايه. سو اختي بتوقف حدي وانا تاني مال، فالطير بس يقطع عليك بيقطع من مالتك، بيقطع مالتي انا بدي اقوس بتسبقني اختي. اوكي. فبصير في شوية زبزبات على انت واختك وخيك. واختك وخيك. انتوا 4؟ نحن 5. 5 شبان وثلاث بنات. 5 بتتصيدوا؟ صح. 5 عندكم هيدي الهواية؟ صح. كسبتوها من الوالد؟ مزبوط. وهو اللي كان عم بشجعكم. طب والدتك شو كان دورها بهذا الموضوع بالبداية؟ يعني بنرجع كمان، هي هواية خطرة منا هينة. مزبوط، بس انه ما في تعليق عليها على هيدا الموضوع. كانت بتشجع هيدا الموضوع؟ واجباتنا انه ننتبه، بس ما بتعلق، بتشجع عادي، ما عندها مشكل. طب خبريني شوي عن الصيد البري بشكل عام. اليوم الصيد هو مش بس صيد الطيور، في غير قصص يمكن بتتصيدوها. خبريني شوي عن الصيد البري، وانت بس بتتصيد الطيور؟ ايه اكيد، انا بس بتصيد الطيور. في اكيد صيد الخنازير، صيد الارانب، بعد انا ولا مره تصيدتهم، بس كثير بروح على ميلة الطيور اكثر. بس اهم شيء اعرف انه اي متى اتصيد وشو الطير اللي بدي اتصيده، هيدا اهم شيء. لانه مثل ما بنعرف هلا صار في كثير اجرام. طبعا اكيد اكيد، بين صيد الليل صيد الشبك، وصار في كثير تحدي بين الشباب مين بيتصيد اكثر، وهذا شيء كثير مأذي للبيئه وللعصافير. هيك عم بيعملوا كثير مبيت للعصافير. كيف يعني تحدي؟ يعني مين بيقوس؟ بيطلعوا مثلا أكتر؟ ايه مين بيقوس اكثر، يعني بيطلعوا فيديوهات انه بهيدي الدات المعينه هالكميه العصافير نحن مقوسينها بيتباهوا فيها، بس هذا منه كثير منيح. يعني نحن برخصه الصيد موجود في ملاحقات، عدد معين لقواس الطير. نعم، في ملاحقات، يعني المفروض هدول الاشخاص يتلاحقوا. في جمعيات كثير عم تتابع على صيد الليل، وعلى ويعطيهم الف عافيه. اكيد عم خبرينا بيتعبوا. شوي عن دور الجمعيات، هل يعني جمعيات عم بتتابع؟ جمعيات عم بتتابع، بس على قد ما عم بلحقوا. يعني نحن بنطالب بمناشد وزير البيئه. نعم. انه شوي كمان يكون مصر على هيدا الموضوع، على صيد الليل، ويتصرف بطريقه معهم انه ننهي هيدا الموضوع وننهي صيد الشبك، لحتى شوي يتكاثر التير، تما بقى يكون في مبيد للتير. طبعا اكيد. قلتي لي صيد الشبك؟ نعم. شو يعني صيد الشبك؟ صيد الشبك يعني بنحط شبك طويل بالعرض ترانسبارون، ما ببين على التير، بيغدر التير فيه. اف مزبوط، وبيجي التير يعني كميه كبيره من التير بفوتوا بالشبك بيعلقوا بموتوا. سو بتصير بزنس يعني لإلهم، وهذا شيء منه منيح ابدا. وهن عم يتصيدوا عشوائيا؟ عشوائيا. اكيد في انواع من الطيور يلي عم يتصيدوها هي ممنوع صيدها؟ صح،
ممكن نذكر شوية أسامي طيور ممنوع صيدها؟ أكيد، في عندك مثلا الترغال ممنوع صيده، في البواشق ممنوع صيده. هدول من أنواع الطيور؟ هول من أنواع الطيور اللي مش مسموح صيدها أبدا. ريتا اليوم عم بتخبرينا عن هواية يعني خطرة، ولكن أكيد الاحتراف هو أكبر دور لإله بهيدي الهواية. خليني أختم أنا وياك هيدي الفقرة بتشجيع للأشخاص حسب خبرتك وحبك لهيدي الهواية، كيف تشجعيهم وتقولي لهم أنه فيكم تجربوا مارسوا هيدي الهواية؟ وبعدين نحن مفروض هلأ بأي تاريخ قلتي لي بيخلص؟ هلأ خلص، خلصنا ب15 شباط خلص. نعم. الساد هلأ بلش فصل الربيع، يعني فصل التكاثر، يعني هلأ بتبيض لتاريخ نرجع لتاريخ نذكر. نرجع لأول أيلول. لأول أيلول صح. نعم. هل في مدارس بتدرس هيدي الهواية؟ لا الهواية. في مدارس للرماية يعني للتيرو وهالأخبار، هذا الشيء بيساعد ليكون واحد يعني أنا صراحة شخص. ولا مرة مجربة التيرو بس بتصيد كتير باحتراف. بحس إذا بدك تجرب التيرو بتكون كتير هين عليك إذا عم تصيد. مفروض مفروض بتكون عندي اكسبيرينس شوي بالصيد وبالتيرو. لكن أنت هلأ الهواية رح تتأجل لأنه أكيد هلا في نطرة، ما بيقدر واحد يتصيد هلا، ما بقى في أكيد. موسم صيد لا ايلول، بترجعي بتمارسي هوايتك يلي انت بتحبيها. ورح تبقي عم بتمرني ابنك اكيد طبعا. رح تبتدي مع اطفالك مع الاصدقاء كمان، رح تبتدي مع اطفالك التانيين ولا أكيد. بس اللي بحب ما عندي مشكل ابدا انا. اوكي، حتى لو بعمر اصغر يعني كمان بتكوني عم بتشجع لهذا الموضوع. بس اكيد ليكبروا شوي هوليك، انه كريس بحس ابني يعني صار شوي ناضج اوعى، لانه هوليك اللي صغار 7 و4 سنين. إيه يعني نواي يحملهم باروده. بتحسي انه هني كمان مشجعين عندهم حب لهيدا كلهم. بنتي الصغيره بس تشوف عصفور بتقلي مام اوصي وازو. الصغيره 4 سنين. 4 سنين. كان عايشين بجو الصيد. الله يخلي لك اياهم. ايه عايشين اكيد بجو الصيد اذا رحلتك لانه طويله بهذا الموضوع. صح. ريتا انا انبسطت بوجودك معنا اليوم بالحلقه. هل في شيء بتحب تضيفيه قبل ما نختم ننتقل لفقره جديده؟ أنا كنت بتمنى من وزير البيئة أنه يفتتح موسم الصيد الجاي ونحن بنكون معه وحده إيد بإيد أكيد، ويكون سند لنا، ونحن بدنا نمشي بالقانون 100% وما منخربط معه. بس متمنى أنه يعمل بوشي صغير لنا ويشجعنا أكثر، لأنه بلبنان فينا نعمل سياحة داخلية. نعم. يعني أهل الجنوب بيطلعوا على الشمال، أهل الشمال بينتقلوا كسروان، بتتنقل كلها بين المناطق، بصير في صيد وبصير في اصلا يعني رخص، وهيدي الرخصه بتفيد كمان للوزير. كيف الواحد بيقدر ياخذ هيدي الرخصه؟ يعني شو هن الشروط يلي مطلوبه ليكون معه ترخيص بالصيد؟ هلا هو يعني في اوراق مفروض تنعمل، بس في قانون على هيدي الرخصه، انواع التير شو هن وعدد التير بس، هو هن الشروط يلي مطلوبه. اها اوكي، اكيد بينعمل قبلهم فحص، في اسئله مفروض تتجاوب عليها وبتتقدم الرخصه. اوكي ريتا انا بدي اتشكر حضورك معنا اليوم بالحلقه، كل التوفيق اكيد، ولا خليلك اولادك. مشاهدينا نحن بريك صغير وبنرجع.